السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم بهذا الفيديو اللي نتكلم فيه كالعادة عن آخر أخبار الرياضة السورية. وبصراحة أخبار فيديو اليوم ممتعة جدا وفرحة ولله الحمد وسارة بشكل كبير، فخلونا نفوت بالفيديو على السريع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونون بألف خير وصحة. معكم علاوي من قناة علاوي تيوب، بقناتها أنزل محتوى رياضي سوري. إذا أنت مهتم بهذا المحتوى لا تنسى تضغط لايك لهذا الفيديو، اشترك بالقناة وخلونا نبلش بالفيديو. نبلش بالخبر الأول ونتكلم عن لاعبنا أيهم أوسو مع ناديه البلجيكي رويال شارلوروا. فقد فاز ناديه البلجيكي رويال على نادي بيرشكوت هنالك في الدوري البلجيكي بنتيجة 3-0. أيهم أوسو لعب طيلة أوقات اللقاء ودخل بشكل أساسي، وانتهت هاي المباراة مثل ما تشوفون بكلين شيت ما شاء الله لأيهم أوسو. ما شاء الله أيهم أوسو هاي أول مباراة يدخل فيها بشكل أساسي مع ناديه الجديد البلجيكي، وما شاء الله قدم مستوى مميز جدا وحصل على تقييم 7.4 وكلين شيت ما شاء الله كالعادة. أيهم أوسو يبدع ويمتع ويبهر بأي مباراة يقدمها سواء مع المنتخب ولا مع الأندية، وأتوقع بأنه أوسو سيحجز مركزه الأساسي في ناديه البلجيكي بالمباريات المقبلة. ننتقل للخبر اللي بعده ونتكلم عن لاعبين جدد سيأتون لمنتخب سوريا في شهر 10. في هنالك لاعب ظهير يسار سنذكر اسمه، في هنالك لاعب ظهير يمين سنذكر اسمه، وفي هنالك لاعب خط وسط ايضا. بالنسبه للاعب خط الجناح الظهير عفوا اليسار فهو اللاعب إغناسيو ابراهام. فحاليا بصراحه نقدر نقول انه الحمد لله انحلت مشكله الظهير اليساري اللي هي مثل ما قلنا لكم بالسابق ومثل ما شفنا ايضا بالمباريات هي نقطه ضعف المنتخب. هاي الجهه اللي بصراحه ما نمتلك فيها غير مؤيد العجان إضافة إلى الكردغلي، ما نمتلك بها لاعب مميز محترف هنالك بالدوريات مثل باقي المراكز اللي نمتلك فيها بكل مركز لاعب وأحيانا لاعبين محترفين حتى واحد أساسي وواحد دكة. في مركز الظهير اليسار راح يجينا مثل ما قلنا اللاعب والمهاري والمبدع والمتألق إغناسيو أبراهام الناشط اللي يلعب في نادي أستوديانتس إي بي هنالك الناشط في الدوري الأرجنتيني الدرجة الأولى الثاني تصنيفا هنالك في الأرجنتين بنفس الدوري اللي يلعب له ستيبان جليل حارس منتخبنا الوطني المتألق. هذا اللاعب إغناسيو أبراهام يلعب في مركز الظهير اليسار وما شاء الله يعتبر، وفي هنالك معلومات حصرية بحثت عنها راح أقول لكم إياها حاليا، هذا يعتبر من أهم اللاعبين في نادي أستوديانتس. يعني حاليا آخر 33 مباراة مع ناديه داخل فيها كلها بشكل أساسي، معتمدين عليه الشباب اعتماد نهائي يعني في هذا المركز. في آخر 33 مباراة أيضا سجل 3 أهداف وعمل أسيست واحد، يعني عنده 4 مساهمات، ولكن هاي الأرقام ما تمنع إحنا لأنه اللاعب يلعب في مركز الظهير اليسار لازم نحضر له لقطات ونحضر له مباريات مشان نشوف أداؤه. رحت حضرت له لقطات وحضرت له مباريات وطلعت حالي تأخرت شوي مشان أعطيكم الخبر اليقين. يا جماعة الخير هذا اللاعب أقل ما يقال عنه إذا أتى للمنتخب مكسب كبير. هذا اللاعب ما شاء الله سريع، ما شاء الله مهاري هجوميا وايضا صلب دفاعيا، وحاليا راح اذكر لكم احصائياته الدفاعيه اللي احنا نعاني منها بصراحه منذ زمن مع اظهرتنا، فدائما نشوف الاهداف اللي تجينا على منتخبنا الاول والمنطقه الهشه هي المنطقه اليسرى في مركز الظهير اليسار، لا هذا الحمد لله هذا الظهير دفاعيا جيد وباذن الله سيغلق هاي المنطقه، اضافه انه هذا اللاعب إغناسيو ابراهام لويس إغناسيو ابراهام يمتلك من العمر 26 عام، فإن شاء الله سيخدم المنتخب لسنوات مقبلة بإذنه تعالى. هذا اللاعب سريع مهاري مراوغ مفتك مميز للكرات، فوسطيا بكل مباراة يلعبها يفتك 5 كرات ما شاء الله ويشتت 4 كرات، إضافة أنه بكل مباراة ما شاء الله وسطيا لديه 3 كرات طولية ناجحة، أي أنه بالكرات الطولية جيد بشكل كبير، وهذا راح يفيد أيضا هجوم منتخبنا، يقدر يلعب كرات طولية من الدفاع للهجوم ويضرب فيها دفاع الخصم، فبصراحة هذا اللاعب متكامل في مركزه. طيب يا علاوي أنت مدحت هذا اللاعب مدح، ليش يلعب بالدوري الأرجنتيني الدرجة الأولى؟ طيب اللاعب اللي ينمدح بكل هذا المدح وبكل هذا الكلام أقل شيء لازم يكون يلعب بالدوري الأرجنتيني الممتاز. هنا تجي المعلومة الحصرية اللي قدرت أحصل عليها بأنه هذا اللاعب في مسيرته الماضية أيضا في هاي الصيفية والميركاتو اللي انتهى أتى عرضين
سابقا أتعرض من أحد أندية الدوري الأرجنتيني الممتاز، وبالصيفية الأخيرة أتعرض آخر من أحد أندية الدوري الأرجنتيني الممتاز، وفي كلتا العرضين تم رفع راتبه مع ناديه أستوديانتس من أجل البقاء في النادي. فهذا اللاعب يريدونه النادي ويدفعون ويزودون الراتب بس مشان يبقى مع ناديهم في الدوري الدرجة الأولى، لذلك حاليا باقي. فهي كلها مؤشرات تدل على أن هذا اللاعب لاعب مرغوب وما شاء الله يفيد أي فرقة يلعب لها. طبعا هذا اللاعب بإذن الله جاهز لأن يحضر مع منتخبنا في بطولة شهر 10 اللي هي بطولة ملك تايلاند اللي راح نواجه فيها المنتخب الطاجيكي في أولى المباريات تحديدا في 11/10 من الشهر المقبل. أما اللاعب الآخر فهو اللاعب اللي تكلمت عنه تقريبا من شهر وقلت لكم هذا اللاعب اقترب جدا، وإذا الله يسر سيكون مع منتخبنا في الشهر 10، وإن شاء الله سيكون مع منتخبنا. حاليا أوراقه شبه انتهت، اللي هو اللاعب فاغوندو مطر، لاعب نادي باراكاس الأرجنتيني الناشط في الدوري الأرجنتيني الممتاز، وأيضا يعتبر من اللاعبين الأساسيين في فرقة باراكاس هنالك في الدوري الأرجنتيني. هذا اللاعب أيضا فاغوندو ينشط في مركز الظهير اليمين، فسيكون خير بديل أعتقد لعبد الرحمن ويس. لا أزال أرى بأن عبد الرحمن ويس بصراحة أفضل من فاغوندو مطر. اعلم انه عبد الرحمن ويس حاليا انتقل للدوري الدرجه الثانيه اليوناني مع نادي كالاماتا، ولكن بصراحه عبد الرحمن ويس لديه هاي اللمسه الاوروبيه بلعبه، لديه تمريرات جميله، لديه سرعات جيده، لديه ايضا روح قتاليه باستعاده الكره. فبصراحه عبد الرحمن ويس اتمنى انه يبقى اساسي، وفاغوندو مطر يكون خير بديل لعبد الرحمن ويس. اما في الجهه اليسرى في مركز الظهير اليسار فالحمد لله اتانا اللاعب اغناسيو ابراهام. طيب هذول المحترفين فقط سياتون للمنتخب بشهر 10؟ لا، بحسب الإعلامي الموثوق حسين مصطفى فإن هنالك محترف آخر من الدوري الأرجنتيني الممتاز يمتلك من العمر 22 عام يلعب في خط الوسط، سيكون إذا الله يسر مع المنتخب في شهر 10، وإذا لم تتيسر أوراقه رب العالمين ما أراد أن أوراقه تتيسر في شهر 10، سيكون بالاستحقاقات المقبلة بإذن الله مع المنتخب، ولكن في هنالك إمكانية كبيرة أنه يكون في شهر 10 لاعب خط وسط أرجنتيني يعني بالدوري الأرجنتيني ويمتلك من العمر 22 عام فقط، يعني سيفيد المنتخب لمواسم كثيرة قادمة. طيب ننتقل للخبر الأخير ونتكلم، قلت لكم بالفيديو اللي قبل هذا قائمة منتخب سوريا والمحترفين اللي راح يستدعون لمنتخب سوريا للشباب باستحقاقه المقبل القرب جدا والقريب جدا 21 من الشهر الحالي ستكون أولى مباريات تصفيات كأس آسيا. الحمد لله في هنالك كثير محترفين قلت لكم عنهم بالفيديو الماضي، ولكن في هنالك محترف حاليا نجدده، في هنالك إضافة للقائمة حاليا تم استدعائه وانتهت أوراقه بشكل نهائي وراح يلتحق مع منتخبنا الوطني للشباب في تصفيات كأس آسيا. أضيفه لقائمة الفيديو الماضي يلي هو المحترف سعد الدين خليف محترف نادي سبايدن الألماني الناشط بالدوري الألماني الدرجة الثانية، يلعب في مركز الجناح اليمين واليسار ولكن مركزه الأساسي الجناح اليمين، لاعب كابتن فريق سبايدن الألماني، تم استدعائه أكثر من مرة لتمثيل منتخب مقاطعته هنالك في ألمانيا، يعني تقدر تقول مثلا يمثل منتخب ديرزور منتخب حمص هون عندنا، يعني يمثل منتخب مقاطعته هنالك في ألمانيا، إضافة إلى أنه هذا اللاعب في الموسم الماضي سجل 7 أهداف وصنع 5 أهداف، ما شاء الله عامل 12 مساهمة وهذا رقم طيب جدا. وهاي كانت آخر أخبار منتخبنا، بالتوفيق لمحترفينا وبالتوفيق لمنتخبنا الوطني الشبابي في استحقاقه المقبل، وبالتوفيق أيضا لمنتخبنا الوطني الرجالي إن شاء الله في الاستحقاق المقبل إن شاء الله بطولة كأس ملك تايلاند في الشهر 10، والحمد لله الأمور بخير لكل منتخباتنا الوطنية، وإن شاء الله يا رب فقط ننتظر التوفيق من رب العالمين، إن شاء الله رب العالمين يعطينا نتائج إيجابية ويفرحنا مثل ما فرحنا الحمد لله بالأيام الماضية ببطولتين أحدها للناشئين والأخرى للرجال. بس والله هذا كان فيديو اليوم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.